بلسم طبيعي 100% حلو جدا لتقصف الشعر، الهيشان، التساقط، بيطول الشعر، بينعم الشعر، وحلو جدا للشعر المتهالك والمتدمر من الصبغات والبروتين والكيراتين وكمان العوامل الكيميائية زي الفرد الإيطالي. كل ده بيتحل بالكونديشنر أو البلسم الطبيعي ده، وبيرطب الشعر وبيطريه ترطيب عميق جدا. ومش بس للشعر، ده هو كمان ماسك طبيعي للبشرة، بيشيل أي تصبغات وبيفتح البشرة وبيشدها، وكمان حلو جدا جدا للناس اللي عندها بقع بنية أو آثار ما بعد الحبوب أو حتى حبوب في البشرة. فالفيديو شامل النهاردة شعر وبشرة بمنتج واحد، 2 في 1. يلا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة في مكونات البلسم الطبيعي 100% هيكون الحليب، حليب سائل، كوباية بتعادل 250 مللي جرام أهو. ماشي، ده أول مكون. وطبعا الحليب كلنا عارفين حمض اللاكتيك اللي فيه بيرطب الشعر ترطيب عميق جدا جدا، زائد إن هو بيقضي على القشرة وبيزيد من لمعة الشعر وتطرية الشعر، كمان فوائد تانية كتير. طيب تاني مكون وهو سر جمال شعر الهنود وسر جمال بشرة الكوريين، يعني هو حلو جدا للشعر وللبشرة، وهو هيكون الرز، وطبعا فوائده رهيبة جدا جدا جدا، مش هقولكو أكتر من كده. طيب هناخد منه معلقتين صغيرين مليانين ادي اول معلقة، تاني معلقة، وده عبارة عن دقيق الرز اللي هو الرز المطحون، دقيق رز ده بيتباع في السوبر ماركت اسمه دقيق الرز. تاني مكون الشوفان المطحون، الاوتس، شوفان مطحون اهو. طبعا ده مغذي جدا 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 للشعر، ترطيب عميق، تطويل، ازالة قشرة، تطرية، ممتاز. وطبعا برضو تقدروا تقروا بقية الفوائد على جوجل. طيب هناخد منه قد ايه؟ نفس مقدار الرز، معلقتين شاي مليانة، اللي هي المعلقة الصغيرة بس تكون مليانة. ادي اول معلقة، انا معايرهم بالظبط معلقتين. ادي تاني معلقة، هنقلب كويس جدا. نقلب وندوب كل المكونات كأنكم بتعملوا بشاميل، هتقلبوا كل المكونات لحد ما دقيق الرز يندمج كويس، ما يبقاش فيه تكتلات قبل ما نحطه على النار. انا دلوقتي خلاص دوبت كل المكونات تماما، وبعد كده هحطهم على النار يتقلوا، اللي هو يستووا لحد ما يديني قوام البشاميل، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو كده كده المقادير مظبوطة. يغلي بس، يبقبق كده غلوتين، وبعد كده نطفي النار ونضرب بالهاند بلندر، وبعد كده هرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. خلاص كده عملنا المهلبية، قصدي البلسم، زي ما انتوا شايفين. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزه، انتوا بتسيبوه يتقل لحد ما يوصل اللي هو بالظبط زي الوايت صوص كده، ماشي، وبعد كده تضربوه في الخلاط او في الهاند بلندر وحضروه، ده بيكون شكله. طيب هو دلوقتي دافي شوية، دلوقتي هنضيف بقى عليه ايه عشان نخليه كده حاجة ريتش وحلوة وتغذي شعرنا وتطوله. اول حاجة هتضيفه اي نوع زيت مناسب لشعركم، ممكن زيت ارجان، ممكن زيت جوز هند، ممكن زيت خروع، زيت زيتون، النوع اللي شعركم بيحبه. انا هضيف زيت جوز هند اللي هو البكر، هضيف منه نص معلقة شاي، نص معلقة صغيرة. أهو نص معلقة صغيرة. طيب احنا عايزين بقى حاجة تعالج وتطول وترطب الشعر وتخليه طري وتفك التشابك. طيب هنعمل تاني حاجة ايه مهمة جدا جدا؟ زيت الجليسرين. الجليسرين مهم جدا جدا للشعر، وخصوصا في الشتاء
لأنه بيطري الشعر جدا وبيسيب ملمس رطب وصحي وكمان حلو جدا للشعر المتشابك أو اللي ما بيتسلكش بسرعة. فده حلو جدا. هنضيف منه قد إيه؟ هنضيف منه معلقة شاي، معلقة صغيرة. أهو معلقة شاي جلسرين. طيب هنضيف إيه تاني بقى؟ هنضيف كبسولة أوميجا 3. هنضيف يا كبسولة يا كبسولتين زي ما انتوا شايفين. ده بيكون شكله أهو، كبسولات أوميجا 3. أنا هضيف كبسولة لأن هو بيكون ريحته سمك شوية، وأنا مش عايز البلسم بتاعنا يبقى ريحته مش حلوة. طيب هنعمل إيه تاني؟ إحنا كده بنضيف الزيوت بتاعتنا. هنضيف بقى، ده اختياري، زيت لافندر. ليه بقى؟ عشان أولا يدي ريحة حلوة للكونديشنر بتاعنا، زائد إن هو حلو جدا بيطرد القشرة ومغذي جدا للشعر وبيطريه وبيزيد من لمعانه وبيطهر فروة الرأس، زائد إن هو مادة حافظة طبيعية، يعني هو مادة حافظة هيحفظ لنا الخليط ده لأطول فترة ممكنة. ده هنضيف منه قد إيه؟ اللي هو زيت اللافندر اللي هو الخزامة، هنضيف حوالي 10 قطرات بس كده. آخر حاجة معانا جل صبار. احنا عايزين بقى طبعا حاجة مغذية جدا جدا للشعر وكمان تطوله، مش بس تطريه وتلمعه تفك تشابك هيشان، لا عايزينه يتقل يطول، التقصف يروح، يبقى حلو جدا. اهو جل صبار. طبعا ده كلنا عارفين فوائد الصبار للشعر، زائد ان الصبار ده اللي هو الطبي ده مادة حافظة طبيعية. هناخد منه مقدار معلقة طعام، معلقة ايه؟ طعام، مش معلقة شاي. اهو معلقة كبيرة. طيب خلاص كده، دي كده كل مكونات البلسم الطبيعي. في بقى نقطة كمان، لو متاح عندكم يفضل ان انتوا تضيفوه، يعني اللي هو ايه بقى؟ قطرتين كده من العسل الابيض. العسل الابيض حلو جدا جدا للشعر، برضو مادة حافظة طبيعية، بيطهر فروة الراس، زائد ان هو مرطب عام للشعر، مرطب مش طبيعي، برضو بيطرد القشرة، فهو حلو جدا. الله الله على ريحة الزيوت الطبيعية والحاجة الطبيعية أصلا اللي بنعملها بصنع إيدينا وعارفين مصدرها. شايفين؟ شايفين أحلى بلسم طبيعي، يعني تحفة. دلوقتي بعد ما برد تماما هنبتدي نحطه في أي عبوة بلسم أو كونديشنر عندنا فاضية بعد ما يبرد خالص. شايفين؟ إيه رأيكم؟ حاجة كده تحفة طبيعية 100%. وعايز بقى أقول لكم على طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام ده، فاكرين الشامبو اللي بالزيوت الطبيعية اللي أنا كنت عامله معاكم قبل كده؟ ده بتستخدموه عادي، بتغسلوا بيه شعركم وبعد كده بتحطوا البلسم بعد الشامبو عادي بطريقة البلسم العادية. بس بقى هنا الفرق في ده، ان انتوا البلسم العادي التجاري مش بتستخدموه على جذور الشعر لانه بيسبب تساقط وقشرة، ده بقى هتستخدموه من الجذور للاطراف وانتوا مطمنين ومش خايفين من حاجة، لانه بالعكس انا عايزه يجي على فروة الراس لانه هيغذيها جدا وهتشوفوا الفرق بعينيكو. دي اول نقطة. تاني نقطة، تقدروا تستخدموه كماسك للشعر 3 مرات اسبوعيا، ده للشعر المتهالك جدا، تقدروا تحطوه على شعر رطب وبعد كده تعملوا ايه بقى؟ يكون شعر رطب وتحطوا الماسك ده عليه او البلسم ده عليه، تسيبوه 3 ساعات 3 مرات اسبوعين، وبعد كده تغسلوه بالشامبو اللي كله زيوت طبيعية وكافيين ده، وبعد كده تغسلوا شعركم من البلسم الطبيعي ده عادي خالص،
تغسلوا شعركم بعديه. طبعا ده بتسيبوه مثلا لو هتستخدموه كبلسم بتسيبوه على الشعر حوالي 5 دقايق، وبنقعد نعمل مساج كده للشعر عشان شعرنا يستفاد منه بأكبر قدر ممكن. وصدقوني الرز هو سر جمال وطول وتقل شعر الهنود، فاستمروا ما تيأسوش وهتشوفوا نتائج هتبهركم. ده بقى مدة صلاحيته قد ايه؟ طبعا احنا حطينا فيه جل الصبار مادة حافظة طبيعية، وحطينا فيه زيت اللافندر اللي هو زيت الخزامة مادة حافظة طبيعية، فده هيخليه ان هو يقعد معاكو من 2 لـ3 اسابيع. ولو عايزينه اطول ممكن تحطوا 2 3 قطرات من العسل الابيض الطبيعي وتغذية كمان اكتر. مش هتشتروا اي نوع تجاري من بره بعد كده، هتستخدموا ده بس. والميزة بقى اللي فيه ان ده ينفع تستخدموه لو عاملين بروتين او كيراتين او اي نوع من انواع التمليس اللي هو الفرد، فده ممتاز جدا جدا وامن جدا جدا، فري سلفيت، حاجة طبيعية، جربوها وهتدعولي. وعلى فكرة كمان عايز اقول لكم ده مش بس بلسم للشعر، كل مكوناته حلوة ومفيدة جدا جدا لشد البشرة وإزالة آثار ما بعد الحبوب، وكمان حلو جدا لتصبغات البشرة، وبرده حلو للناس اللي بشرتها دهنية وجميع أنواع البشرة والشعر، يعني 2 في 1. تستخدموه زي ما انتوا شايفين ماسك طبيعي للبشرة، حلو جدا جدا جدا. جربوه وانتوا كده عاملينه كحمام كريم للبشرة، جربوه على وشكم وشوفوا النتائج الجميلة بتاعته، وكمان فيه أوميجا 3 وده مسؤول عن شد البشرة، والبلسم يحفظ في التلاجة. أتمنى بقى يكون الكونديشنر الطبيعي ده عجبكم. لو عجبكم بقى كل حاجة اتقدمت في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير أكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الإشعارات عشان يصلكم كل جديد القناة، وأشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة. سيو، باي باي.